دكتور، ساعات بنبقى احنا السبب، يعني حاجة اتشالت في الفريزر وبعدين خرجناها تفك، بعدين ما استخدمناش كلها فدخلناها الفريزر تاني وبعدين خرجناها تاني تفك. فكرة ان احنا نعمل لها تجليد ما هو وبعدين انا لو قلت لك ديفروستنج رايح الصحيح، جاي، لو ولا قلت احنا لك الصحيح الناس اللي بتسمعني وتشوفني هتضربني، هتزعل مننا؟ لانه المفروض فعلا يبقى مره واحده، يعني اللي تاخدي تطبخي الكميه اللي انت عايزاها، يعني ستات البيوت ما يزعلوش مني، تطبخي الكميه. لو اضطريتي بقى يبقى يوم او اتنين، واذا اضطريتي انا شخصيا بحطه في الفريزر صراحه، يعني اي ليفت اوفر، اي بقايا بحطها في الفريزر، لانه الفريزر انت ضامنه ناقص ماينس، ما دام ماينس يبقى ضد البكتيريا وضد الفيروس ودرجه حراره كويسه، حتى لو كان اقل في الطعم سنه لكن اكثر صحه، وهيعيش زي ما انت عايزه. يعني انا بعمل كده حقيقي الصبح، حقيقي يعني الدكتوره في مسافره في كندا، فالمهم عملت ايه الصبح، خدت الاكل من الثلاجه ومن 10 ايام بس في الفريزر، خدته حطيته فين بقى؟ جوه الثلاجه يعني، بس نزلته من الفريزر نزلته من الفريزر الى الثلاجه، مش اخده من الفريزر احطه بره، لانه احتمال اقعد 5 6 ساعات. ده هينطبق على المجمدات، كل حاجه سواء بقى بروتين سواء كل حاجه، ما تسيبيش حضرتك حاجه بره الثلاجه خاصه في الصيف. طيب ايه اكتر الامراض اللي بتنتشر مع ارتفاع درجات الحراره؟ الاسهال اكتر حاجه. تمام. الاسهال بتحصل امراض الجهاز يعني القلب، بس يعني بتكثر ولكن مش زي في الشتاء. يعني امراض القلب يعني لو قلنا درجه حراره معتدله ده احسن حاجه، في الصيف هتزداد شويه امراض قلبيه، لكن في الشتاء برضو بتزداد اكتر، عشان بيبقى الشغل جامد على ضيق الشرايين وضيق الاورده، فالقلب بيشتغل اكتر. طب لكن بالنسبه للامراض المعديه بتزيد، الامراض التنفسيه بتزيد جدا، الامراض المعيه بتنتشر جدا، غالبيه منها بتنتشر لانه البعوض والدبان و و و عشان كده يمكن الحفوري، الوقود الحفوري او الاحتباس الحراري احنا بنحذر منه ليه وبنقول انه خطير جدا ليه؟ لانه الاحتباس الحراري درجه الحراره بتاعت الكوكب بترتفع، درجه الحراره بتاعت الكوكب بترتفع ليه؟ لانه الوقود الاحفوري يعني اللي هو غالبا النفط والفحم والغاز، اما الناس البشر بيستخدموهم بتطلع الميثان وثاني اكسيد كربون غالبا، وتبقى داخل الغلاف الجوي، يعني زي ما يكون في بطانيه كده منع الغازات دي انها تخرج بره الارض، وبالتالي بتخلي الكره الارضيه مرتفعه. وعشان كده العلماء خايفين من ارتفاع الامراض المعديه، ارتفاع الطفيليات، امراض الطفيليات، ارتفاع الجفاف هينتشر جدا، لانه درجه الحراره لما ترتفع البحيرات والامطار والانهار بيحذرونا باشياء مخيفه جدا، هيحصل جفاف، وفي المقابل قد يحصل حتى في مناطق ثانيه امطار وفيضانات، لانه اللي فيها مياه هتتبخر اكتر ويحصل فيضانات وبالتالي تؤدي الى كوارث. فارتفاع درجه الحراره اذا كنا بنتكلم عن الكون، واذا بنتكلم على الاحتباس الحراري، طبعا في مخاطر صحيه جامده زي ما قلنا الجفاف، زي ما قلنا عمليه عكسيه العواصف والامطار، وكمان الجوع، لانه الجفاف بيؤثر على الاغذيه، مش بتطلع المحاصيل كويس، بتموت. واظن كلنا بنعاني بعض السنين لما بنلاقيش طماطم، ما نلاقيش فواكه، علشان ارتفاع درجه الحراره. فتاثير درجات الحراره وخاصه لو كان من الاحتباس الحراري بيبقى سيء جدا على البشر، سواء بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره.